كيف شفتوا معايا دابا البنات راه غنمشي عندي رونديفو مع واحد الاستيتيسيان بغيت نصايب راه شي 3 شهور هادي واحد الانسان ساد عليه راه شويه صعيب تقدر ما تقبلش التليفون ولكن غنوري لكم المحل ديالها كتشوفوا ملي كتدخلوا كاين الجل هنايا وهنايا كاينين هادوك يلا دابا غنخليكم البنات يلا خرجت من عندها ناري ما تعرفوش واحد الراحة دابا وا كنقولها لكم ونعاودها لكم تهلاو في راسكم راه والله راه سي امبورطون بزاف 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 والله واخا تكون شي حاجة بسيطة راه غتحسوا بواحد الراحة راه ما نعاودش لكم انا رجعت معكم البنات دابا راه عندي واحد الرونديفو نكملو انتاني تهلا في راسو عندي رونديفو مع هادي الا شفتوا هنايا هادي كتصايب دفار واحد البنت معروفة هنايا فين ساكنة ولكن ما ساكنش حدايا شوية بعيدة وجيت باش نوري لكم نهاري حتى انسان خصو يتهلا في راسو راه ساليت معنا مع هذيك الاستيتيسيان ودابا جيت هنايا راه ما كاينينش شي حدا شي راه شوية كان الطريق دونك عندي اليوم نهار عامر ودابا كنتسنى نوبتي حيت كاينين جوج الناس حيت تبارك الله كاينين اربعه ديال الدريات كيصايبوا هنايا الظفار ودابا كنتسنى انا نوبتي حيت ما بغيتش ندخل لداخل واخا ندير الماسك دابا ولكن ما انا داكشي ديال يكون الناس بزاف في بلاصه وحده ما انسان ولا كيخاف وانسان يحتفظ على راسو ومهم يا ربي يحيد هذا المرض ان شاء الله باذن الله ان شاء الله راه كيف العاده اللي غنديرها ان شاء الله في هذا الفلوغ غنوري لكم كل شيء يلا يلا معايا من بعد البنات دخلت للدار دوشت وكي كتشوفوا دابا درت الماسك رجليا راه صافي ساليت الحمد لله على كل حال ومن هنايا غنقول لكم مبروك عواشركم ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله تهلاو في راسكم وتنشوفوا ان شاء الله في العيد بسلام عليكم
كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله. واليوم غدوزوا معايا نهاري، يلا معايا.
Oh.